مجرد ما اتنشرت صورة لحضرتك مع عمر كمال حصل هجوم فظيع لدرجة انه عمر كمال نفسه قال انا مش عارف ادخل المسجد اصلي من كتر هجوم الناس عليا. والله شوفي الميديا لها حسنات اكيد ولها سيئات، وسيئاتها اكتر من حسناتها، لان كل واحد معاه موبايل بيكتب اللي هو عايزه. فالميديا دي انا بشبهها بالهبله اللي مسكوها طبي. والله العلي العظيم، الطب الليل والنهار، وصح وغلط، ومشي مع الايقاع وعدم الايقاع.